الحقوق وعلى ارتكاب هذا الاعتداء. وعلى نحو مماثل، فعلى الرغم من أن الأشخاص الذين اقتصر دورهم إما على إعداد إعلان المسؤولية أو تجهيز الأداة المتفجرة، ربما كانوا إن كان لهم وجود على إدراك كامل لهدف المؤامرة، إلا أن الأدلة لا تثبت أن إدراكهم هذا كان حتمياً. بل من المحتمل أيضاً على نحو معقول أن يكون شخص متورط في المؤامرة قد التقى السيد أبو عدس في مسجد جامعة بيروت العربية واستدرجه إلى الخروج من منزله، لكنه لم يكن يعلم أن هذه الأفعال كانت مرتبطة بالاغتيال المزمع للسيد الحريري، وأنه كان سيقتل تحديدا بأداة متفجرة كبيرة. ولم تتسلم غرفة الدرجة الأولى أي دليل يمكن أن تستنتج منه متى وأين وكيف أصبحت المتفجرات في فان الكانتر. والأدلة لا يمكن أن تثبت إلا أن ذلك قد حصل حتما بين يوم الاثنين 17 من كانون الثاني يناير ويوم الاثنين 14 من شباط فبراير 2005. ولأسباب تتعلق بأمن وسلامة العملية، ربما يمكن القول بقدر كاف من الثقة أن المواد المتفجرة لم تحمل على متن الشاحنة الخفيفة إلا بعدما اتخذت قرارات جازمة بشأن استخدام الكانتر ووقت استخدامه. وعلاوة على ذلك، فإن من وضع المتفجرات على متن الكانتر أيا كان وضعها لم يكن عليه أن يعرف السبب، وهو أن مفجرا انتحاريا سيقودها إلى موكب السيد الحريري، ولا أن يعرف حتى أنها سوف تفجر في مكان عام. ووضع متفجرات على متن شاحنة وتفجيرها في مكان آخر ليس بالضرورة نشاطين متصلين، خصوصا وأن الوقت الذي وضعت فيه المتفجرات على متن الكانتر مشهور. ولكن الأرجح بدرجة كبيرة هو أن من فعل ذلك كان متورطا في المؤامرة، وكان ذلك نشاطا أساسيا في المؤامرة، وكان ينبغي لعمل كهذا أن يكون بحكم الضرورة مقتصرا على الضالعين في المؤامرة. وذلك لسبب واضح، هو أن كل من ساعد بغير علم كان سيدرك ما فعله فور وقوع الانفجار، مما قد يخل بسرية العملية. ولكن قد يكون عنصر موثوق به قد كلف بمهمة وضع المتفجرات على متن الكانتر من دون إعلامه السبب تحديدا، ومع ذلك يظل موضع ثقة كافية بأنه لن يكشف ذلك لاحقا. ويرجح أن حجم المتفجرات لا يقل عن 1.3 متر مكعب وأن وزنها ناهز طنين، ومجرد وضع أو تحميل هذه الكمية من مادة RDX على متن الكانتر كان بحد ذاته عملا من شأنه أن يثير الشك. ويشير ذلك أيضا إلى تورط أشخاص في المؤامرة يجمعهم قاسم مشترك مثل العضوية في منظمة هي منظمة متماسكة ومحكمة يكلف فيها عناصر موثوق بهم بمهمات حساسة محددة. ولذلك فإن غرفة الدرجة الأولى تعتقد أن الاستدلال المنطقي الأقوى الذي يمكن استخلاصه من الأدلة الموجودة هو أن الذين وضعوا المتفجرات على متن الكانتر أيا كانوا هم أما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا يكشفوا عن دورهم فيها. ولكن غرفة الدرجة الأولى ليست مقتنعة بأنها تستطيع أن تحدد أي الحالين كان قائما في الواقع، هذا إن كان أحدهما قائما فعلا، فليس لديها ببساطة أي أدلة مباشرة تثبت أيا من الاحتمالين. وإضافة إلى ذلك لا توجد أدلة ظرفية يمكن الاستناد إليها للتوصل إلى استدلال يثبت الطريقة التي وضعت بها مادة RDX على متن الكانتر أو من وضعها على متن.
وسواء كانت المؤامرة مقتصرة على شخصين أم أكثر، فمن الممكن أن يكون أعضاؤها قد قرروا معا اغتيال السيد الحريري في انفجار كبير في مكان عام قبل بدء المراقبة بواسطة الهواتف الخلوية الحمراء والزرقاء والصفراء أو قبل بدء أي عمل تحضيري آخر. ولكن من الممكن أيضا أن يكون المتآمرون قد توصلوا إلى ذلك القرار في وقت لاحق، وربما متأخر حتى منتصف كانون الثاني يناير 2005، وهو أبكر تاريخ في الأدلة يمكن أن يكون قد بدأ فيه تجهيز الكانتر للاعتداء. وأما لو كانت المؤامرة مؤامرة أكبر، فلكان من الممكن أن ينضم إليها بعض الأعضاء مثل بعض مستخدمي الهواتف الحمراء بعد تشكيلها بوقت طويل، وربما لم يعلموا حتى الهدف الكامل أو الحقيقي إلا في صباح يوم الاعتداء. وجميع هذه السيناريوهات ممكنة على أساس الأدلة، وينطبق على أي منها تعريف المؤامرة، وهو أنها اتفاق لارتكاب الجريمة المزعومة. واغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق لم يحدث بمعزل عن أي سياق، ولم ينظمه المستخدمون الأساسيون الستة للشبكة الحمراء، فالأدلة السياسية والأدلة المتعلقة بالخلفية تشيران إلى كون هذا الاغتيال عملا سياسيا أداره أولئك الذين شكل السيد الحريري تهديدا لأنشطتهم. ولا يوجد دليل على أن هذه الفئة تشمل السيد عياش أو المستخدمين الخمسة الآخرين للهواتف الحمراء الأساسية، والأدلة تدل على تورطهم في المؤامرة على الأقل يوم 14 من شباط فبراير 2005 والفترة التي سبقته مباشرة. ولكن الأدلة لا تثبت على نحو مؤكد من وجههم إلى قتل السيد الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي. Into Mr. Salim Jamil Ayash. القادر. ننتقل إلى السيد سليم جميل عياش. إن الأدلة التي تربط السيد عياش بالاعتداء على السيد الحريري ناشئة عن استخدام هاتفه الأحمر 071. وبدونه لا يوجد دليل يربطه بالانفجار الذي وقع في 14 من شباط فبراير 2005، وهو لم يفجر المواد المتفجرة بيديه. وقد استخدمت الشبكة الحمراء في الاغتيال، فريق الاغتيال، وعملت كشبكة مغلقة ثم توقفت عن العمل قبل الاعتداء مباشرة بعد أن استخدمت في الشهر السابق في مراقبة السيد الحريري وتحركات موكبه. وفي يوم الاعتداء عملت هذه الشبكة على نحو مكثف، وكان مستخدمو الهواتف الخلوية للشبكة الحمراء موجودين قرب قصر كوريتم أو في منطقته بعيد مغادرة السيد الحريري مباشرة في اتجاه مبنى مجلس النواب، وكانوا يراقبونه في مجلس النواب في أثناء وجوده في منطقة المجلس، ولابد أنهم ساعدوا أيضا في تحضير الكانتر للاعتداء في مسرح الجريمة.
وتوافق غرفة الدرجة الأولى على وصف الادعاء للشبكة الحمراء بأنها فريق الاغتيال على النحو الوارد في قرار الاتهام الموحد المعدل وفي مذكرة الادعاء الختامية للمحاكمة. والخلاصة المعقولة الوحيدة التي يمكن التوصل إليها استنادا إلى الأدلة هي أنه يوم الاثنين 14 من شباط فبراير 2005 تعقبت الهواتف الخلوية الحمراء حركة السيد الحريري وموكبه ونبهت الآخرين إلى موقعه واستعدت للمراقبة وتنفيذ الاعتداء على طول الطريق الذي كان متوقعا أن يسلكه. ولا بد أن الهدف من ذلك أيضا كان ضمان أحداث التفجير في وقت مرور الموكب بالضبط. وكان مستخدمو الهواتف الخلوية الحمراء قد أعدوا للاعتداء بعمليات مراقبة ورصد متكررة في أيام سابقة. وسيد عياش بوصفه مستخدم الهاتف الأحمر 741 والأزرق 233 والأخضر 300 كان حتما أحد المتآمرين الرئيسيين. وكان الشخص الستة مستخدما الهاتف الأحمر 678 والأزرق 610 متآمرا أيضا. وعلى وجه العموم فأن غرفة الدرجة الأولى مقتنعة أيضا and their surveillance of Mr. Hariri in the preceding weeks. وذلك بالاستناد إلى الأنشطة في 14 من شباط فبراير 2005 ومراقبة السيد الحريري في الأسابيع السابقة لذلك، إذن هي مقتنعة بأن مستخدمي الهواتف الخلوية الحمراء الأساسية الستة قد قاموا بالدور الذي يزعم الادعاء أنهم قاموا به باعتبارهم فريق اغتيال، وقد اتفقوا جميعا عن علم على قتل السيد الحريري باستعمال أداة متفجرة، إذن هم متآمرون. وحتى لو أبقيت المؤامرة ضمن حلقة ضيقة عن قصد، فأن مستخدمي الهواتف الخلوية الحمراء الأساسية الستة كانوا مشاركين في المؤامرة، وأجريت بواسطة بعض تلك الهواتف الخلوية اتصالات أكثر كثيراً مما أجري بواسطة هواتف أخرى في 14 من شباط فبراير 2005، وأدت هذه الهواتف الستة كلها دوراً حاسماً في تنفيذ الاعتداء. وتشير الأدلة أيضاً إلى أن مستخدمي كل هاتف من الهواتف الحمراء كانوا يعلمون مسبقاً أيضاً أن هدف تعقبهم السيد الحريري في ذلك اليوم كان قتله باستعمال أداة متفجرة في مكان عام، وإضافة إلى أوقات وأماكن إجرائهم وتلقيهم اتصالات في ذلك اليوم، فإن الجدير بالاهتمام بوجه خاص هو أن مستخدمي كل هاتف من الهواتف الحمراء الأساسية توقفوا نهائياً عن استخدام هذه الهواتف قبل الاعتداء بوقت قصير، ومن غير المحتمل أن يفعل جميعهم ذلك إذا لم يكن بعضهم يعلم أن وقوع الاعتداء كان وشيكاً. فأي مستخدم لهاتف خلوي في أي شبكة سرية كان له دور إشرافي، أي شخص لم يكن يبلغ عن التطورات فحسب بل كان ينسق بين آخرين ويوجههم أو يشرف عليهم، لابد أنه كان يعلم عن المهمة أكثر من المستخدمين الذين يتبعون توشيهاته. وكلما تكثفت اتصالات ذلك المستخدم ومستخدمي هواتف خلوية آخرين في الشبكة وبشأن الأعمال اللازمة لتحضير ثم تنفيذ الاعتداء الإرهابي لقتل السيد الحريري، كان من الأرجح أنهم كانوا يعلمون أن الهدف العام للمهمة كان هذا الاعتداء. وهذه الصورة مطابقة لأوصاف السيد عياش باعتباره مستخدم الهاتف الأحمر 741، وحركة اتصالات هذا الهاتف الخلوي في الساعات السابقة لوقوع الاعتداء هي في حد ذاتها حركة تجعل من المستبعد ألا يكون مستخدم الهاتف على علم بهدف المؤامرة آنذاك. اتصالات مستخدم الهاتف 741 بثلاثة هواتف خلوية حمراء أساسية أخرى في صباح ذلك اليوم حثت مستخدميها على الانتقال إلى منطقة مجلس النواب، وبذلك انطلقوا في تنفيذ العملية. وغرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن هذا هو الاستدلال المعقول الوحيد الذي يستخلص من الأدلة، وتؤيد هذه الأدلة أيضا الاستدلال بأن مستخدم الأحمر 741 نسق على الأقل بعض أعمال تنفيذ الاعتداء.
وكانت أيضا اتصالات الأحمر 741 داخل الشبكة الحمراء في يوم الاعتداء اتصالات كثيرة على نحو فريد. فالهاتف الأحمر 741 وحده كان له اتصالات مع كل هاتف آخر من الهواتف الحمراء الأساسية. وعلاوة على ذلك كان للهاتف الأحمر 741 في 4 أيام مختلفة قبل 14 من شباط فبراير 2005 اتصالات بعدد من مستخدمي الهواتف الحمراء الأخرى في الوقت ذاته الذي أجر فيه المراقبة المتحركة. ولهذه الأسباب وأسباب أخرى فأن غرفة الدرجة الأولى مقتنعة على نحو لا يشوبه أي شك معقول بمشاركة السيد عياش في المؤامرة المزعومة، وهذا هو الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من مجمل الأدلة. وفيما يتعلق بتاريخ بدء المؤامرة لا يمكن الوقوع على تاريخ محدد اتفق فيه المسؤولون عن تنظيم المؤامرة على اغتيال السيد الحريري. They may have initially formed the intention to murder him. وربما تكونت لديهم نية قتله بداية في أواخر عام 2004 نظرا إلى ما شاهده ذلك الوقت من مناخ سياسي متقلب وأحداث عقب تمديد ولاية الرئيس لحود. ومن التطورات السياسية الأخرى التي وصفت غرفة الدرجة الأولى أنه بحلول ذلك الوقت الذي عقد فيه لقاء البريستول اجتماعي أو عقد فيه لقاء البريستول الاجتماعي الأولين في أيلول سبتمبر وكانون الأول ديسمبر 2004 كان السيد الحريري يخطط لخوض انتخابات مرة أخرى، وكان معلوما أنه يرغب في الحد من الهيمنة السورية على لبنان. ومن حيث الوقائع يبين الآتي أن التخطيط لاعتداء محتمل على السيد الحريري كان لابد له أن يبدأ على الأقل في منتصف كانون الثاني يناير 2005. اشتريت الأجهزة الهاتفية وبطاقات وحدة التعريف المشترك الخاصة بالشبكة الحمراء في طرابلس في أواخر كانون الأول ديسمبر 2004 أوائل كانون الثاني يناير 2005 وشغلت في 4 كانون الثاني يناير 2005. والشبكة الحمراء أي فريق الاغتيال الذي كان السيد العياش عضوا فيه بدأت مراقبة تحركات السيد الحريري في يوم الجمعة 14 كانون الثاني يناير، واستمرت هذه المراقبة حتى وفاته. واختفى السيد أبو عدس يوم الأحد 16 من كانون الثاني يناير، وأعد شريط الفيديو بين تاريخ اختفائه وتاريخ الاعتداء. واشتريت الكانتر إما في 17 وإما في 25 من كانون الثاني يناير، ولكن على الأرجح في 25 كانون الثاني يناير. ومن المحتمل جدا أن يكون المسؤولون عن تنظيم عملية اغتيال السيد الحريري قد قرروا قتله فقط في حال مواصلة مساره السياسي المتوقع في اتجاه الابتعاد عن سوريا، وقد بدأوا تحضيراتهم لذلك بحلول كانون الثاني يناير 2005 على أقل تقدير. ولا بد أن هؤلاء المسؤولين كانوا يعلمون أن اغتيال رئيس الوزراء السابق الذي ربما يكون المقبل أيضا هو عمل قد تكون له عواقب كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما كانوا ليقرروا تنفيذ الاغتيال إلا بعد أن قاموا بتحليل دقيق للمنافع والأضرار، وجدوا فيه أن منافع تصفية السيد الحريري تفوق أضرارها بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من تنفيذ هذه الخطوات التحضيرية فهي لم تؤدي حتما فرادة أو مجتمعة إلى اغتيال السيد الحريري، وكان من الممكن إعداد شريط فيديو وعدم استعماله إطلاقا إذ كان واضحا أن السيد أبو عدس يمكن الاستغناء عنه، وكان من الممكن شراء فان كانتر ثم استعماله لغرض آخر أو بيعه. والمعلومات المكتسبة من المراقبة كان يمكن تخزينها لاستخدامها في المستقبل، وكان من الممكن وقف الاعتداء المحتمل المزمع في أي وقت، والأرجح أن المسؤولين عنه كانوا مستعدين لسلوك أي من السبيلين، أي لمواصلة الاعتداء عند الضرورة أو لإلغائه. وهذا القرار بقتل السيد الحريري وفي انفجار هائل في مكان عام ما كان ليتخذ بخفة، فقد كان للرئيس الحريري العديد من الحلفاء والمعارف النافذين
على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنهم حلفاء ومعارف في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة. إذن من المرشح جدا أن قرار السير بالتنفيذ لم يتخذ إلا في شباط فبراير 2005 بعد الاجتماع الثالث للقاء البريستول الذي عقد يوم الأربعاء 2 شباط فبراير 2005. وكان السيد الحريري قد أرسل مندوبيه إلى الاجتماع، وفي هذا الاجتماع الثالث اتفق المشاركون على الدعوة إلى الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات السورية من لبنان. وهو موقف كان السيد الحريري بحسب أصدقائه المؤتمنين قد اتخذه حينذاك، ودعوا أيضا إلى تفكيك الجهاز الأمني السوري في لبنان مدعومين في ذلك دعما ضمنيا من السيد الحريري. واللافت للانتباه أن الاجتماع عقد في اليوم الذي أعقب اللقاء الأخير بين السيد الحريري ونائب وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم خلال زيارته إلى منزل السيد الحريري يوم الثلاثاء الأول من شباط فبراير 2005. والنص الحرفي للتسجيل الصوتي للقاء كشف أن السيد الحريري قال للسيد المعلم: لبنان ما رح ينحكم من سوريا للأبد، نهاية الاقتباس، لأن ذلك أقتبس ما عاد يصير، نهاية الاقتباس، وأقتبس ما عاد قادر أتحمل الأمر، نهاية الاقتباس من سوريا، وأقتبس أنا صار ثلاث أرباع بالمعارضة، نهاية الاقتباس، وأخيرا أقتبس أنت بتعرف أنه في تدخل بالصغيرة والكبيرة بالبلد، نهاية الاقتباس. وبالرغم من إقدام السيد المعلم على لقاء السيد الحريري، فإن لقاء البريستول صعد موقفه كثيرا إزاء التدخل السوري في لبنان، وذلك في بيانه العلني المنشور يوم الخميس الثالث من شباط فبراير 2005 مقارنة ببياناته السابقة. وحين ذاك كانت شريحة واسعة من الطبقة السياسية اللبنانية تنادي بالتطبيق الكامل لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1989 وبانسحاب سوريا من لبنان سياسيا وأمنيا وعسكريا. لذلك فإن غرفة الدرجة الأولى مقتنعة استنادا إلى تلاقي هذه الأحداث بأن القرار النهائي لارتكاب العمل الإرهابي لم يتخذ إلا في الأسبوعين السابقين لوفاة السيد الحريري، وهذا هو الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأدلة. ونظرا إلى دور السيد عياش في المؤامرة باعتباره مستخدم الهاتف الأحمر 741 والهاتف الأزرق 233 والأخضر 300، فلابد أنه كان قد عرف قبل الاعتداء بمدة ما هدف هذه المؤامرة، سواء أكانت مشروطة بظرف أم نهائية. وكان ذلك على الأرجح في فترة تقع ما بين منتصف وأواخر كانون ثاني يناير 2005 كحد أقصى، نظرا إلى أن فان الكانتر كان قد اشتري في أغلب الظن في 25 كانون الثاني يناير، وإلى إمكانية أن تكون الأعمال التحضيرية لاستخدامه قد بدأت في ذلك الوقت. والأدلة المتوافرة لا تمكن غرفة الدرجة الأولى من تحديد ما إذا كان السيد عياش باعتباره مستخدم الهاتف الأحمر 741 والهاتف الأزرق 233 والأخضر 300 قد فعل أي شيء فيما يتعلق إما بإعلان مسؤولية زورا أو بتحضير فان الكانتر والأداة المتفجرة. وعلى أي حال فإنها ليست بحاجة للقيام بذلك كي تحدد مسؤوليته الجنائية. ولأغراض المسؤولية الجنائية للسيد عياش يكفي من الناحية القانونية أن تجد غرفة الدرجة الأولى أن الأدلة تثبت على نحو لا يشوبه أي شك معقول أنه كان قد وافق بحلول يوم الاعتداء أي الاثنين الرابع عشر من شباط فبراير 2005، إذن أنه كان
قد وافق على ارتكاب الجرائم التي اتهم بارتكابها. لذلك فإن غرفة الدرجة الأولى تستنتج أن السيد عياش كان عضوا في المؤامرة من حيث أنه وافق على ارتكاب العمل الإرهابي المتهم بارتكابه، وذلك منذ أوائل شباط فبراير على الأقل وحتى يوم الاثنين الرابع عشر من شباط فبراير 2005 على أبعد تقدير. والغرفة مقتنعة بأن هذا هو الاستدلال الوحيد الذي يمكن استخلاصه على نحو معقول من مجمل الأدلة. وعليه فإن غرفة الدرجة الأولى قد اقتنعت على نحو لا يشوبه أي شك معقول بأن السيد عياش كانت لديه المعرفة اللازمة بأن من شأن الأداة المتفجرة أن تحدث خطرا عاما، وهذه هي الخلاصة المعقولة الوحيدة التي يمكن التوصل إليها استنادا إلى الأدلة المتوفرة. وتثبت الأدلة نفسها على نحو لا يشوبه أي شك معقول أنه تصرف عن سابق علم وبنية قتل السيد الحريري باستعمال مواد متفجرة. لذلك فإن غرفة الدرجة الأولى تقرر أن السيد عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكا بتهمة قتل السيد رفيق الحريري قصدا. وتثبت الأدلة نفسها أيضا على نحو لا يشوبه أي شك معقول أنه تصرف عن سابق علم وبنية قتل 21 شخصا آخر قصدا ومحاولة قتل الأشخاص الآخرين البالغ عددهم 226 شخصا قصدا. وقد قصد السيد عياش قتل أفراد موكب السيد الحريري وأفراد الجمهور العام الذين قضوا في الانفجار أو نتيجة للانفجار أو الذين أصيبوا في الاعتداء أو توقع على الأقل أن يسفر الاعتداء عن سقوط قتلى وقبل هذه المجازفة. وتستنتج غرفة الدرجة الأولى أيضا فيما يتعلق بالمصابين في الاعتداء والبالغ عددهم 226 شخصا أنهم نجوا من الموت فقط بفضل ظروف خارجة عن سيطرة الفاعلين، وما من خلاصة معقولة أخرى يمكن التوصل إليها استنادا إلى الأدلة المتوفرة. فتفجير شاحنة محملة بالمواد المتفجرة في شارع مكتظ قرب أبنية مأهولة من شأنه أن يؤدي حتما إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وقد ينجو البعض من الموت ولكن لابد من أن تلحق بهم إصابات ولا مفر من أن تكون بعض الإصابات بالغة. لكن سواء توفي هؤلاء الأشخاص متأثرين بجروحهم أم لا، فإن فعل الاشتراك في أحداث الانفجار هو فعل من شأنه أن يسفر عن سقوط قتلى. ومن هذا المنطلق فإن سلوك المتهم يمثل محاولة قتل عمدا باستعمال مواد متفجرة. ومع أن السيد عياش لم يعمل منفردا فقد أدى دورا مهما في العملية التي استهدفت السيد الحريري. وقد اقتنعت الغرفة على نحو لا يشوبه أي شك معقول بأن الادعاء أثبت أن السيد سليم جميل عياش مذنب بكل التهم المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. حسن عونيسي وأسد حسن صبرا. كان السيد صبرا مستخدما الهاتف الخلوي الأرجواني 018 المنسوب إليه، والسيد عونيسي مستخدما هاتفه الخلوي الشخصي الأرجواني 095 على اتصال فيما بينهما، وعلى اتصال بالسيد مرعي على الهاتف الأرجواني 231 في الفترة المشمولة بقرار الاتهام. وكان هاتفهما الخلويان موجودين ضمن نطاق المواقع التي نفذت فيها أعمال ذات صلة بإعلان مسؤولية سورا، مثل مسجد الجامعة العربية في أواخر كانون الأول 2004 وأوائل كانون الثاني يناير 2005. واستخدم الهاتفان الخلويان الشخصيين في 14 من شباط فبراير 2005 على مقربة من الهواتف العمومية المذكورة والشجرة التي أحضر منها شريط الفيديو. وتوقف استخدام هاتفي هما الخلويين الشخصيين بعيد وقوع الاعتداء. وليس هذا السلوك كافيا لإثبات إقدام هذين المتهمين على أعمال ساعدت الفاعلين في التحضير للاعتداء أو ساعدت على إخفاء الفاعلين أو المتدخلين عن وجه العدالة. وعليه
فإن أفعالهما، أي وجود السيد عنيسي في تلك المواقع ووجود الهاتف الخلوي الأرجواني 018 المنسوب إلى السيد صبرا في المواقع نفسها لا تفي بالعنصر المادي للمسؤولية عن التدخل في الجريمة. كذلك لم ينجح الادعاء في إثبات العنصر المعنوي لإسناد المسؤولية عن التدخل في الجريمة إلى أي من هذين المتهمين، ولا يكفي استخدام المتهمين أو عدم استخدامهما هاتفا خلويا ما وإجراؤهما اتصالات فيما بينهما ووجودهما في مكان ما ضمن نطاق المواقع التي نفذت فيها أعمال مرتبطة بإعلان المسؤولية زورا، لإثبات على نحو لا يشوبه أي شك معقول أنهما كانا يعلمان أن الفاعلين سينفذون اعتداء باستعمال أداة متفجرة من شأنها أن تسفر عن سقوط قتلى وبث الذعر في النفوس وأنهما قبلا هذا الواقع. وهذا الطرح قائم على افتراض أن السيد صبرا كان يستخدم الهاتف الخلوي المنسوب إليه في جميع التواريخ المزعومة. وحتى لو ثبت أنهما شاركا في إجراء الاتصالات بمكتبي الجزيرة ورويترز بعد وقوع الاعتداء في 14 من شباط فبراير 2005، لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تستنتج على نحو لا يشوبه أي شك معقول أنهما كانا يعلمان قبل الاعتداء الذي وقع في حوالي الساعة 12:55 أن الاتصال بمكتب الجزيرة ومكتب رويترز في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم كان مرتبطا بالاعتداء، وهذا شرط قانوني أساسي لتترتب عليهما مسؤولية جنائية بصفتهما متدخلين وفقا لقانون العقوبات اللبناني. وتسلم غرفة الدرجة الأولى بأنهما إذا شاركا فعلا في إجراء الاتصالات بمكتب قناة الجزيرة أو مكتب رويترز بحكم مضمون الرسالة التي قرأت خلال الاتصال فقد كانا يعلمان عندئذ أن أفعالهما مرتبطة بالاعتداء، إلا أن ذلك في حد ذاته لا يثبت أنهما كانا على علم بذلك قبل وقوع الاعتداء لتترتب عليهما مسؤولية جنائية بصفتهما متدخلين وفقا لقانون العقوبات اللبناني. وبناء على ذلك فإن استنتاج غرفة الدرجة الأولى بعدم وجود أدلة على مشاركة السيد عنيسي أو السيد صبرا في أقطبس خديعة محمد نهاية الاقتباس أو أقطبس اختطاف السيد أبو عدس نهاية الاقتباس أو نشر إعلان المسؤولية زورا ينفي مسؤوليتهما بصفتهما متدخلين. لذا ترى غرفة الدرجة الأولى أن مسؤولية السيد عنيسي والسيد صبرا بصفتهما متدخلين في الجرائم المنسوبة إليهما لم تثبت على نحو لا يشوبه أي شك معقول. واستنتاج غرفة الدرجة الأولى أن الادعاء لم يثبت أن المتهمين شاركا في إعلان المسؤولية زورا يبطل تهمة المؤامرة المسندة إليهما. لذا ترى غرفة الدرجة الأولى أنه لا يمكن استنتاج أن السيد عنيسي والسيد صبرا مسؤولان عن مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي كما ورد في التهمة الأولى. ننتقل إلى السيد حسن حبيب مرعي. أدى السيد مرعي دورا وحيدا مزعوما في المؤامرة بوصفه منسق إعلان المسؤولية زورا، وذلك يعتمد على قيام السيدين عنيسي وصبرا بما نسب إليهما من أفعال. وفيما يتعلق بالمؤامرة والاتصالات المزعومة الواردة إلى السيد بدر الدين وتلك الصادرة عنه في الشبكة الخضراء وبوجه خاص اختفاء السيد أبو عدس، فإن الأدلة الوحيدة الموثوق بها التي تؤيد هذا الزعم هي اتصالات هاتفية خلوية بين الهواتف الخلوية الأجوانية الثلاثة في فترتين منفصلتين، وهذه الأدلة نوعان وهما مستمدان فقط من سجلات بيانات الاتصالات لهاتفين خلويين في عامي 2004 و2005 وهما الخلوي الشخصي الأجواني 231 والهاتف الخلوي الأخضر 071. ولا يوجد دليل موثوق به على أي شيء ذي صلة بالقضية لجهة عملية إعلان المسؤولية في هذين اليومين بما في ذلك ما نفذ من أنشطة تحضيرية تتعلق بالسيد أبو عدس، ولكن بدون هذه الصلات
لا سياق للاتصالات التي جرت بين الهاتف الأخضر 023 الخاص بالسيد بدر الدين والهاتف الأخضر 071. وتشدد الغرفة على عدم وجود أدلة على ما قيل في تلك المكالمات أو في أي اجتماعات جرت بين مستخدمي الهواتف الخلوية التابعة للشبكة الخضراء. وما من سياق تستطيع غرفة الدرجة الأولى أن تحدد أسباب إجراء الاتصالات بناء عليه. والأدلة المتوافرة لدى غرفة الدرجة الأولى غير كافية لربط هذه الاتصالات باختفاء السيد أبو عدس. وعندما تستبعد من المعادلة الأدلة المتعلقة بمحمد، لا يبقى إلا الاتصالات بين السيدين مرعي وعنيسي والهاتف المشترك للسيد صبرة في الأسابيع التي سبقت اختفاء السيد أبو عدس. وهذا في حد ذاته ومهما كان النظر في الأدلة كليا لا يمثل إثباتا كافيا لتورطهم في اختفاء السيد أبو عدس. ومن المؤكد أنه ليس دليلا على الغرض المزعوم أي إيجاد شخص مناسب لإعلان المسؤولية زورا. والدور الوحيد للسيد مرعي في المؤامرة يتصل بإعلان المسؤولية زورا والتنسيق بين السيد عنيسي والسيد صبرة. وبما أن غرفة الدرجة الأولى ليست مقتنعة على نحو لا يشبه أي شك معقول بأنهما قاما بأي من الأنشطة المزعومة، أي تلك المتصلة بما يزعم من تهيئة السيد أبو عدس واستدراجه واختفائه وأقتبس اختطافه نهاية الاقتباس المزعوم ثم ظهوره في شريط الفيديو، فأن ما يترتب على ذلك هو أن السيد مرعي لا يمكن أن يعتبر مذنبا بتهمة تنسيق تلك الأنشطة. ويزعم أن السيد مرعي نسق مع السيد بدر الدين عملية التحضير لإعلان المسؤولية زورا، وتولى حسب ما يزعم تنسيق أنشطة السيد عنيسي والسيد صبرة قبل الاعتداء وبعده. لكن غرفة الدرجة الأولى لا تستطيع أن تستنتج على نحو لا يشبه أي شك معقول أن السيد مرعي كان يستخدم الهاتف الأخضر 071، وحتى لو كان يستخدمه ما من أدلة موثوق بها توفر سياقا للاتصالات بالهاتف الخلوي 023 الخاص بالسيد بدر الدين. ولا تستطيع غرفة الدرجة الأولى ربط السيدين عنيسي وصبرة بإعلان المسؤولية زورا، وطبعا لذلك فأن الرابط بين السيد مرعي وإعلان المسؤولية زورا مفقود ويجب تبرئته. ننتقل الآن إلى مسألة ما إذا كان لمصطفى أمين بدر الدين دور في المؤامرة. كي تربط غرفة الدرجة الأولى السيد بدر الدين بالمؤامرة الرامية إلى ارتكاب عمل إرهابي وقتل السيد الحريري، يجب أن تكون مقتنعة على نحو لا يشوبه أي شك معقول بأن الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن التوصل إليه استنادا إلى الأدلة هو أن السيد بدر الدين كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لارتكاب الجرائم المزعومة. وهذا ليس استنتاجا بأن السيد بدر الدين مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول، لأنه لم يعد شخصا متهما. ولا تستطيع غرفة الدرجة الأولى أن تستنتج أن الشبكة الخضراء كانت مجموعة قيادة المهمة وعلى رأسها السيد بدر الدين، أو بعبارة أخرى أنه المتآمر الرئيسي. ونظرت غرفة الدرجة الأولى بدقة في كل اتصال جرى ضمن الشبكة الخضراء، ولكن لكي تقتنع على نحو لا يشوبه أي شك معقول بأن ذلك هو ما حصل فعلا وبأنه لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج معقول آخر استنادا إلى الأدلة، ينبغي أن يرتبط كل اتصال بأدلة تتعلق بما كان يحدث عندما أجريت الاتصالات. وعلى الرغم من الاتصالات الوجيزة البالغ عددها 80 اتصالا التي أجريت على مدى 4 أشهر، يصعب على غرفة الدرجة الأولى التوفيق بين توقيتها وأمكنة وجود المتصلين وبين زعم الادعاء أن السيد بدر الدين كان على رأس مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي هو قتل السيد الحريري. ففي غياب محتوى الاتصالات من الصعب جدا إيجاد السياق
استنادا إلى توقيتها ومواقعها. ولا توجد أدلة أيضا بشأن ما قيل في خلال الاتصالات أو أي اجتماعات بين السيدين بدر الدين وعلي. ويبدو أن اتصالا جرى في 14 من شباط فبراير 2005 مرتبط بالاعتداء على سيد الحريري، ولكن لا يمكن ربط باقي الاتصالات بأي شيء يتصل مباشرة بالسيد الحريري أو تحركاته أو أي أدلة أخرى تتعلق بالمؤامرة المزعومة. لذلك فأن الخلاصة بأن الشبكة الخضراء كانت مجموعة قيادة المهمة التي تنسق عملية اغتيال السيد الحريري ليست الخلاصة الوحيدة المعقولة التي يمكن التوصل إليها انطلاقا من الأدلة، ولكن هذا لا يغير الخلاصة التي توصلت إليها غرفة الدرجة الأولى فيما يتعلق بالسيد عياش. ولا ضرورة لأن تستنتج الغرفة أن السيد بدر الدين كان يتولى الدور الذي يزعمه له الادعاء كي تستخلص أن السيد عياش قد شارك في المؤامرة. وغرفة الدرجة الأولى غير مقتنعة أيضا بأن السيد بدر الدين قد تولى الدور المزعوم له في قرار الاتهام الموحد المعدل، علما أن القاضية بريدي خالفت الغرفة رأيها فيما إذا كان عليها البحث في الاستنتاجات القانونية المتعلقة بهذه المسألة. ننتقل إلى الفقرة الحكمية. قررت غرفة الدرجة الأولى أن سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكا في التهمة الأولى، مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، والتهمة الثانية ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، والتهمة الثالثة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتهمة الرابعة قتل 21 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتهمة الخامسة محاولة قتل 226 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة. وقررت غرفة الدرجة الأولى أن حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرة غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المستندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل، أي التهم الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. Judge Nosworthy has appended a comprehensive separate opinion analyzing. لقد أرفقت القاضية نوزورثي رأيا مخالفا في بعض النواحي التي تتعلق بتفسير القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بتفسير الإرهاب بحسب القانون الدولي والمسؤولية الفرعية. والقاضية بريدي كما ذكر لديها رأي منفصل موجز فيما يتعلق ببعض المسائل القانونية، فيما إذا كان يجب على الغرفة أن تبحث في الاستنتاجات القانونية المتعلقة بشخص توفي، وأنا أعربت عن بعض المسائل المتعلقة ب المحاكمة العادلة للسيد حسن حبيب مرعي وحقه بالحصول على محاكمة عادلة، ولدي رأي منفصل فيما يتعلق ببعض المسائل الإجرائية بما في ذلك بعض التأخيرات التي جرت في المرحلة التمهيدية. المسألة المتعلقة بتوقيف الجنرالات الأربعة لمدة طويلة، إن الآراء المنفصلة والإعلان والرأي المنفصل حول بعض المسائل المحددة المتعلقة ببعض المسائل المعينة والصادرة عن القضاة لم تصدر بالإجماع. وهناك مسائل أخرى علينا التطرق إليها اليوم، وأطلب من موظفة قلم المحكمة الآن أن توزع نسخ عن الحكم. هو مؤلف من 5 مجلدات، إذن أرجو منك توزيعها على
فريقين. Court officer is also handing to the party. وموظفة قلم المحكمة تمثل أو تسلم نسخة عن الملخص الذي يصل عدد صفحاته إلى 149 صفحة إلى الفرقاء والممثلين القانونيين للمتضررين، وفي الحواشي إشارات ومراجع تحيل إلى الحكم نفسه. فيما يتعلق بمحضر الجلسة، لم يكن هناك محضر فوري، فالمحضر باللغة الإنجليزية سيكون متوافرا في غضون 24 ساعة، وباللغة العربية في غضون 48 ساعة، وباللغة الفرنسية للأسف سيستغرق وقتا أطول ولن يكون متوافرا قبل 28 من آب أغسطس. وهذا الملخص الذي قرأناه اليوم في هذه الجلسة سوف يكون متوافرا على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت وجيز. فيما يتعلق بالعقوبة وبموجب المادة 171 من قواعد المحكمة، إن هذه الإجراءات تنقسم إلى قسمين، وهناك إجراءات مخصصة لتحديد العقوبة بعد الإدانة، وتصدر الغرفة القرار التالي للفرقاء، وهو أنه على الادعاء أن يوضع ملاحظاته فيما يتعلق بتحديد العقوبة بتاريخ 21 من أيلول سبتمبر، وعلى فريق الدفاع عن عياش أن يرد بحلول 15 إذن يعتذر القاضي. إذن ملاحظات الادعاء توضع في الأول من أيلول سبتمبر 2020، ورد فريق الدفاع عن سيد عياش يوضع في 15 من أيلول سبتمبر 2020. لا أرى اعتراض من السيد فارل. السيد هانس، لا نحدد عدد محدد للكلمات، فالغرفة تتمتع بالمرونة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونفضل أن نطلع بشكل كامل ووافي، ولا نرغب بتحديد عدد الكلمات بشكل اعتباطي. فيما يتعلق بالجلسة، إن كان ذلك ضروريا بعد أن نقوم بمراجعة ملاحظات التي أودعها المدعي العام والدفاع، سوف تحدد غرفة الدرجة الأولى إن كان هناك ضرورة لعقد جلسة لذلك، وإن كان ذلك ضروريا قد نعقد جلسة موجزة في شهر أيلول سبتمبر بعد تسلمنا الملاحظات المدعى من الفريقين. وبعد ظهر هذا اليوم سوف نصدر قرارا يبطل مذكرات التوقيف بحق المتهمين الثلاثة الذين تم تبرئتهم، وهم السادة صبرا وعنيسي ومرعي. وبذلك نستكمل هذه الإجراءات. نود أن نشكر جميع الذين شاركوا والذين عملوا على تحقيق هذه الجلسة. أتوجه بالكلام الآن إلى المتضررين. أنا آمل أن يعطيكم هذا القرار الذي نطقنا به اليوم نوع من الخاتمة. لا أعتقد أنكم سوف تكون راضين يوما ما عما نقوله، ولكن نأمل أن نكون قد حققنا لكم نوع من العدالة من خلال هذا القرار. أود أن أشكركم جزيلا على حضورك اليوم، وأتمنى لكم التوفيق في عودتكم. تختتم الجلسة.